قلبي يا قلبي يا قلبي وعندنا كل ما تتمنى ميسي قضاني وحب سوتي شيتوتو ده مطعم فيه ايه مهم شيتوتو ايه مطعم فيه ايه هم هم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيكي واللي بيقطع عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وديدي تطا مطعم فيه ايه هم هم أجمل سمعة من دنيا الدمعة عندنا هنا ملا ألم سامع عندنا شربة تنسي الغربة وأفكار طازة جريئة ولامعة عندنا كوسة عندنا قرع إحنا الأصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع إحنا الأصل وملناش فرع الماتش بتاع النهارده عندنا التلفزيون اتفضل مشتركين في المحطه اللي هتذيع الماتش محطه ايه اوه ده انتوا ناس مش عايزين خالص يلا يا عم انت اهو هو في ايه يا اخوانا في ايه اسلام النهارده في ماتش مهم قوي مصر بتلعب على البطوله الافريقيه والناس عاوزه تشوف الماتش يعني الناس تخش مطعم عشان تتفرج على ماتش يا عادل ما انا قلت لك الكوره هي الحاجه الوحيده اللي شغله العالم كله المطاعم اللي جنبنا ارش كومبليت كرسي بيتباع فاضي بعشرين جنيه من غير طلبات وفي ناس بتدفع عشرة جنيه عشان تقف وتتفرج واحنا بالنش لا 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 الزبون ده انا مش عاوزه خالص انا زبوني يجي ياكل ويشرب في جو هادئ بقول لك ايه يا كابتنة ايوه هو الماتش هيتذاع هنا مفيش عندنا هنا ماتشات انت وهو طيب بالراحة بالراحة بتزعل ايه انا بشحت منك يلا يا مكبات انت وهو يلا نروح نتفرج على الماتش في اي مطعم تاني الزباين دول كلهم عشان خاطر عندك وتحكيم رايك بذمتك دول ما كانوش يجيبوا 1000 جنيه في ساعه ونص مصر مصر دول ما يهمونيش انا الزبون اللي يجيني هنا يبقى جاي لي انا فعلا ايه
قبل ما اقعد عايز اسالك سؤال. اتفضل. الماتش بيتذاع عندكم؟ للاسف لا يا فندم، بس ممكن. ده كويس قوي قوي قوي. اقعد فين؟ اتفضل. اظن دي فاضيه يا فندم. ده انا اول مره في حياتي الاقي مكان هادي في البلد، عمال ادور على حته هاديه اعرف اتكلم فيها مع حد مش لاقي خالص. انت شرفتنا يا فندم. الله يخليك. ثانيه واحده بس عشان اوصف لاصدقائي المكان يعني. الو. اخيرا لقيت مكان هادي نعرف نتكلم فيه. مطعم تشي توتو، عارفه؟ كويس قوي. انا مستنيك. ها هتاكلونا ايه بقى؟ اللي تؤمر بيه سعادتك، هنا تشي توتو كل شيء موجود. تشي توتو، تشي توتو اسم جميل، طلياني. انا بحب ايطاليا قوي يا جماعه. وان شاء الله هتتبسط معانا يا فندم. ان شاء الله. شيل ده. ايه ده؟ باكو مقفول. بتاعي. خده الاول وبعدين اسال يا رجعتي. يا ابراهيم. افندم. خد ده وديه الخزنه. ما توديهوش الخزنه يا ابراهيم. هو رجع في الكلام. لا، اللي يخرج من جيب ممدوح الساعاتي ما يدخلش ابدا. الله، امال ما ندهوش الخزنه ليه؟ علشان ده مش ليكوا يا اخي، للولاد اللي شغالين تبس يعني. يلا فرقوه على بعض يا ابراهيم. ربنا يخليك لنا يا سعاده الباشا، ربنا ما يحرمنا منك. الهي يا رب خلاص يا رب. سول امشي يا رب. المكان جميل قوي يا جماعه. انا مبسوط جدا جدا. شوف بقى يا استاذ، انا جاي اعمل صفقه هنا في المطعم ده، وشكلي كده اتفائلت بيه. لو تمت الصفقه دي ليكوا عندي هديه حلوه قوي قوي قوي. ربنا يكرمك، ربنا يفتحها في وشك. الهي ما الهوى يطير شعرك يا رب. انا بشتغل وكيل لعيبه ومعتمد دوليا، عندي مكتب في لندن، مكتب في باريس، مكتب في اوغندا. اوغندا؟ طبعا، اصلا كل اسبوعين ثلاثه تلاقيني رحت اوغندا، والف بقى من كينيا لنيجيريا للكاميرون. امشي في الشوارع الاقي شويه عيال حاطين عرضتين وبيلعبوا كوره، فاتفرج احط عيني على الواد الحريف اللي فيهم، لقيته يجي منه اقوم واخده بقى وسايب لاهله اللي فيه النصيب، واظبطه بقى اكله مظبوط وادربه صح جدا جدا، واقوم بيعه لاي فرقه كبيره. هو ده الشغل، ده الكلام، ده البيزنس. و ده بيكسب كتير. كسب؟ ده انت الظاهر مش متابع. بقول لك ايه، ما تخيلتش بشكل كده في اي جورنال؟ انا تخيلت يا فندم، انا تخيلت، انا ممدوح بيه، انا متابع. تسمع عن كونتي؟ كونتي طبعا يا فندم، ده محترف في هولندا دلوقتي، بياخد ده 250 الف دولار في الشهر. برافو عليك، انت فعلا متابع. تصور بقى اهو، كونتي ده واقف عليا ب 3000 دولار باكله وشربه واللي سبته لاهله كمان. طب ما تشوف لنا كم واحد من دول للزمالك. الله يكلمني على شونجا، بس غالي عليهم شويه. ايه الليله دي؟ ليله واحنا اللي في ايدينا دي فلوس؟ هو ده الشغل يا معلم. طب ما تيجي نخش معاهم في الشغل ده. يا ريت تبقى باب السما اتفتحت لنا. اسمع، الترابيزه دي تتروق على الاخر، والاخر ممدوح ده ما يمشيش من هنا الا هو متكيف 100 100. من غير ما تقول. بس متكيف ازاي يعني؟ هنعمل ايه؟ اسمع، انا هخش معاهم في الشغل ده، هخش معاهم في الشغل ده. سيبني بقى، انا اعتقتك. ميرسي. شاي والشيك لو سمحت. شيك ايه بس يا ممدوح بيه؟ خلي كروتك في جيبك، انت ضيفنا النهارده. ده كفايه يا راجل انك اخترت مطعم شي توتو عشان تتفق مع الكابتن عبد الستار. الكلام ده ما يخرجش بره يا جماعه. لا لا، هو احنا عيال صغيرين طبعا، بس احنا عاوزين سعادتك كده في موضوع. قوي قوي، امرك. الحقيقه ممدوح بيه، احنا عاوزين نعمل معاك بيزنس يعني. والله انا شكرا، انا ماليش في شغل المطاعم، ما فهمتش فيه. لا لا لا، مطاعم ايه؟ سعادتك احنا عاوزين نشتغل معاك في اوغندا. عايزين تفتحوا مطعم في اوغندا؟ يا ممدوح بيه، ممدوح باشا، ركز معانا الله يسترك. احنا عايزين كده نشتري كام لعيب كده من اوغندا يكونوا لسه وراور، يقعدوا معانا هنا. ده انتوا عاوزين تنافسوني بقى. لا لا اطلاقا، واحنا
نقدر سعادتك، احنا نشتغل معاك في حكايه اللعيبه دي ونشوف اللعيب دي يخلص على كام، والنص بالنص، انت النص واحنا النص وهو رزقه بقى. الحقيقه انا عمري ما فكرت اشارك حد، وبعدين الشغلانه دي عايزه علاقات طيبه وجيده جدا في النوادي. نوادي عندنا، عندنا العلاقات. انا مثلا عضو في النادي الاهلي بقالي 25 سنه، ونجاتي عضو عتيد في نادي الزمالك. مش كفايه انك تكون عضو في نادي عشان تشتغل الشغلانه دي؟ انا ليه علاقاتي؟ اقول لك، كل اللعيبه بتوع النوادي عندي هنا. في واد زقنطت كده جميل، بيجري وبيعمل حاجات غريبه جدا في الملعب وبيجيب كتير جوان، اسمه شيتوس. تعرف تجيب لي وائل رياض ده؟ ها؟ شيتوس. شيتوس وائل رياض؟ تخلص فيه على كام؟ نتكلم يا سعادة البيه، احنا جايبينك عشان تجيب لنا لعيبه، وما انت تشغلنا احنا. معلش بقى، المهنه تحكم. طب انتوا ولاد حلال. ثانيه واحده. ايه في ايه؟ انا لسه متكلم في لعيب من زامبيا، طلقه، يا ساتر يا رب، فظيع فظيع، لعيب جامد قوي قوي قوي، واحسن سيرتر فرويد في افريقيا كلها. شوف الواد ده، مبروك علينا، الواد ده بتاعنا. لا ده نخلص فيه على طول. ده لا، لازم تشوفوا البضاعه الاول. انا ما بعش سمك في ميه يا جماعه، سوري يعني، معلش. انتوا ممكن تكونوا ناس شكاكين وما بتثقوش في حد. شكاكين ازاي يا باشا؟ والله لا هناخد منك اللعيب بكرتونته، ما هي مفتوحه خالص. وده بقى هيخلص بكام؟ والله علشان خاطركم وعلشان العيش والملح اللي كلته هنا ده، انا هديه لكم زي ما خدته. كام يعني؟ 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا ساتر، يعني 100,000 دولار؟ طب ما تهزها شوية يا باشا. ده لسه سعادتك قايل الواد اللعيب بتاع بره ده اللي اسمه فازاكونتي ده مكلفك كام؟ 3,000 دولار؟ ده لما كان عيل صغير. اللي أنا جايبه لكم ده 21 سنة، ولعيب جامد جدا جدا، وزي ما قلت لك أحسن سنتر فيرود وأفريقيا كلها. ليه؟ بيعمل كم ماتش في الهاف تايم ده؟ لا وحياة والدك هزها شوي. اسمعوا، انا هاخد منكم عربونه بس، والباقي بقيت فلوسي بعد ما تبيعوه، واحنا شركة فيه بالنص. ده الكلام والشغل ولا بلاش؟ هو اسمه ايه اللعيب ده؟ كاماكالالا. كاماكالالا؟ ايه ده؟ انت تعرفه؟ كاتش كادر في القالولو. كاماكالالا ده واد مجرم، قصير كده واسمر وشعره كنيش. الراجل ده متابع. نعم، ما هو من زامبيا، هيكون شعره اصفر وعليه خضرة وبشرته بيضاء. لا كاماكالالا انا اعرفه يشوط الفلاش باك فظيع. ادوني فرصة يومين بس ابعت اجيبه من زامبيا. لا لا، احنا بقى لا مؤاخذة، نكتب ورق ونمضي عقد بالكلام ده. نكتب ورق ونمضي عقد وندفع العربون. لا ده انتوا الاتنين شاطرين قوي. مبروك عليك. اتفضل يا ممدوح بيه، ادي شيك بالعربون، واحنا في انتظار اللاعب العظيم كاماكالالا. شكرا، فرصة سعيدة قوي يا جماعة. باي باي. اتفضل، مع السلامة. يا ابراهيم، وصل ممدوح بيه لغاية باب العربية. ما انت يا واد عدو الحكاية، تعرف انك انت كتفت حتة تكتيفة؟ انا شفته وبين دلعاد ايديه بتترعش، كان عاوز يرجع في كلام. اما الكرة دي طلعت ليلة. ليلة؟ مش بقول لك، بس ما قلتليش انا نسبتي ايه بقى في البيعة دي؟ بعت ايه؟ كاماكالالا. انت مالك ومال البيعة دي؟ انا اللي عملت الديل وخلصت كل حاجة ومطيت الشيك. وديني لو ما خدتش حقي لأستناه في المطار واروح واخده رتبة في وشه، اجيب له رباط صليبة يقعد فيها 6 أشهر. طب ما تزعقش روحك يا راجل، انا كنت بهزر معاك. نسبتك محفوظة. كام؟ 6.10%. هو انت ما درستش غير 6.10%؟ يا راجل هزها شوية بقى. الفلوس دي محوشها تعمل بها ايه؟ فك عن نفسك. خلاص خلاص خلاص، انا هزود لك نسبتك. 7.10%. بقولك ايه، خليهم واحد مقفول على بعض. ما تبقاش طماع، احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نرتقي بمستوى تشيتوتو ونخليه اشهر مطعم في العالم. ايه، عاوز تفتحوا مكتب لعيبة كورة؟ لا 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 لا، بما ان الكورة ما بيختلفش عليها اتنين
وبما ان بيزنس الكوره بقى يدخل في ملايين، تشيتوتو هيبقى اول مطعم رياضي في العالم، تشيتوتو سبورت. الله يخرب بيت الكوره اللي مرمطانا المرمطه دي يا ليلى، لنا ولا انت لينا في الكوره؟ معقوله مستقبلنا وحياتنا تبقى متوقفه على ماتش؟ ما انت عارف ان بابا اهلاوي متعصب، ده مخلي حياتنا كلها احمر في احمر. وده مال ده ومال الجواز. انا عايزاك يا حسن يا حبيبي لما تيجي تتقدم يكون بابا فرحان ومبسوط، يعني مثلا لو الاهلي غلب الزمالك في الماتش الجاي هيبقى مبسوط ويتفائل بيك ويوافق بسرعه بقى. طب ممكن اعرف انت جايباني في المطعم الغريب ده ليه دلوقتي؟ اقول لك يا سيدي، لان كل لعيبه الاهلي بيجي يقعدوا في المطعم ده، عشان كده قلت اجي اطمن على حالتهم المعنويه، ويا رب يا رب حالتهم المعنويه تكون مرتفعه ويكسبوا الماتش الجاي بقى عشان نتجوز. انا مش هنسى اللي باباكي عمله فيا اخر مره، راح شايط الترابيزه والكرسي وغرق لي البدله بتاعتي ميه. وهي يعني حبيبتك ما تستاهلش انك تستحمل عشانها شويه؟ انا علشانك استحمل اي حاجه يا حبيبتي. لو سمحت، هو فين مدير المطعم؟ انا صاحب المطعم. طب هو لعيبه الاهلي بيجوا يقعدوا هنا؟ طبعا كلهم بيجوا يقعدوا هنا، اللعيبه الاساسيين والاحتياط ده كمان بيجوا يتمرنوا هنا. امال احنا عاملين الملعب ده ليه؟ ربنا معاهم يا رب. واضح انك انت بتحب النادي الاهلي قوي ومتحمسه له. لا بتحب النادي الاهلي ولا متحمسه له ولا ليها في الكوره اصلا. معقوله يا راجل؟ انت بتتكلم عن النادي الاهلي بكل حب وبكل حماس وبكل ولا. ايوه عشان عايزين نتجوز، اصل ابوها اهلاوي متعصب، ولو الاهلي كسب في الماتش الجاي هنلبس دبل ونكتب الكتاب ونخش دنيا، ولولا بقى لا قدر الله خد عندك لحد الدوري اللي جاي ولا اللي بعده. تف بنبوعك يا راجل، الاهلي لازم هيكسب ان شاء الله، وهيكسب بالسته كمان، وان شاء الله تعملوا فرحكم هنا في المطعم ده. اتفضلي اتفضلي. ها قولوا لي بقى تاكلوا ايه؟ طبعا ناكل، احسن كلامك فتح نفسنا على الاكل قوي. احنا عندنا مينيو اهلاوي كله، المينيو نفسه احمر وجواه تلاقي فراوله حمراء وبطيخ احمر وفي مكرونه بالصلصه الحمراء. يا فندم عرض لك بالطحينه، في اوف سايد بالبصل واللحمه المفرومه، في سلطه الريف بطبق البلنتي مزه، في عندنا فندم هاتريك ده مكون من 3 فرخات وبيضتين من عندنا. حلو قوي الهاتريك ده، هات لنا الهاتريك ده نتفائل بيه. وعقبالك يا زمالك، وربنا ينصرك على من يعاديك. ما بتدعيش ليها فضيله؟ ما انا بدعي اهو، امين يا رب. على فكره الماتش اللي جاي ده حياه او وفاه بالنسبه لي، انا لسه جاي من النادي دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله العيال وحوشه اسوده شكلهم زي الفل في التمرين. انا خدت الكابتن جمال حمزه على جنب كده وقلت له يا ريت يا جيمي تنام بدري، وبرضه ابراهيم سعيد رحت واخده على جنب كده وقلت له خف سهر شويه يا هيما. الله هيما ده كان عندنا امبارح. ايه بتقول؟ ايه كان هنا بيعمل ايه ومع مين ومين اللي جابه وكان عايز ايه؟ اوعى يكون شرب شيشه ولا كان حاجه تمشي بطنه. خلي بالك لو حصل له حاجه ادغدغ عليكوا الدكان ده. معلم اهدى بس، ما حصلش حاجه من دي. اولا احنا ما عندناش شيشه، الراجل شرب عصير ليمون ومشي، ادي الحكايه. اسمع، احنا هنتفرج على الماتش عندكم هنا في الدكان. شرف يا معلم. احجز لنا ترابيزه في المكسوره قدام السنتر لوك بتاع التلفزيون، وابعد عنه الازاز والكوبايات. يا ريت يا ريت بقى، عشان انا ساعه الماتش ما بشوفش قدامي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا معلم. اسمع، حمام فين؟
حمام الزمالك يا فندم ساعتك هتمشي على طول. أوه. هتفوت اول باب يمين تمشي على طول. أوه. فوت اول باب شمال تمشي على طول. أوه. تفضل ماشي في الطرق هتلاقي باب مقفول. أوه. هتسمع صوت اجوان نازله من السيفون. خش على طول. تشكر. نقطع الكره وسننا، نقطع الكره وسننا، تقطع الكره وسننا يما يما، تقطع الكره يما يما. مالك بتعيطي ليه؟ خايفه خايفه. خايفه من ايه؟ اصل رمى عليا يمين الطلاق مرتين قبل كده وهو بيتفرج على الماتش. والثالثه تبتع. والثالثه بقى لو الزمالك اتغلب هتبقى الثالثه الثالثه يما. ربنا يستر ان شاء الله ان شاء الله. الزمالك هيغلب ازاي؟ بس هيغلب. اهلا وسهلا، جيت في وقتك يا ممدوح باشا. انا مش عارف اقول لك قد ايه احنا سعداء بيك قوي يا كابتن. ها عند وعدي ولا لا؟ طبعا طبعا يا ابو الكباتن. كما كلالا انت منور الدنيا. صابونا صابونا. اهم حاجه مفيش حد من الصحفيين ولا من انديه ياخد خبر. انا خرجت كما كلالا من المطار بسريه تامه. طبعا محدش ياخد خبر، هو احنا عيال. بس ايه رايك بقى بلاش الترابيزه اللي في السنتر دي، ما تيجي نقعد في الخباسه كده في الكورنر الطلياني ده. يلا يلا بينا. تبدو ايه شونجا دي كاما دي كاكون حاس تكمك هلا سلط الله بلط الشكشوكة. عاوز فول بالشكشوكة. فول بالشكشوكة وتعرفها منين؟ بيسمع عن أكل مصر الحلو. أصل أخويا سيدي كان بيلعب هنا في مصر فترة وأكيد حكاله. ولا قهوة مظبوط من فضلك. ممدوح بيه أنا عاوز ساعدتك في موضوع شخصي. خير؟ ما سيب لنا كما كاكالا. ما انا سايبه لكم. لا قصدي اسيبه لنا خالص بقى، ناكل فيه لقمة عيش. ما احنا شركاء فيه. وشركاء ليه بس؟ ما انت ممكن تجيب زيه مئات الالاف يا راجل. او الغبي يعني اسيب لنا احنا الشغلانه دي وبعدين نبقى نعمل شغل سوا بعض. يعني انت مستخسر فينا كما كلاله. صابونا صابونا. ما يغلاش عليكم بس. من غير بس يا ممدوح بيه، والله ما ترد لنا كلمه. ماشي يا سيدي. على فكرة عشانكوا فيا زاد قوي قوي قوي. الله يخليك، ربنا يخليك. نجاتي افرح. كما كلالا خلاص بقى بتاعنا. ايه؟ الواد اتضح انه ما كانش بياكل في زامبيا خالص. وماله سيبه ياكل يربرب كده ويشد عضوه علشان يبيعه كويس. شفته بياكل؟ انا حاسس انه هينزل الملعب ياكل النجيلة زي حسام وابراهيم حسن. يعني مش خسارة بقى المبلغ اللي دفعناه فيه؟ 75,000 دولار. 75 ايه يا راجل؟ احنا واخدينه ببلاش. ايوه بس انت عارف ده يعني كام بالمصري؟ 600,000 جنيه. يا لهوي. ميه 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 ميه. خد ميه ميه اضربه على ظهره. انا خايف اضربه قوي يفطس يدفع 600,000 جنيه. اشرب 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 يا اخويا اشرب يا اخويا. ربنا يحفظك من العين. الحمد لله تستاهل الحمد. اللي بقى ده هنقعده فين؟ في لوكاندا؟ لوكاندا مين؟ كما كلالا ده ما يغيبش عن عيني لحظة واحدة. أنا عاوز آكل جقان. هو بيقول إيه؟ أنا معرفش ذنبي. بيقول لك بالذنبي أنا عاوز آكل جقان. بالعربي؟ يعني عاوز آكل. ده واكل الاكل لو كانوا طور مش هياكل تاني في حياته. ما تنساش برضه ان ده لعيب كوره لازم ياكل كتير عشان يعرف يجري ويلعب. يجري ويلعب وينيل ايه؟ ده من ساعه ما جه وقعد ياكل ياكل وينام.
طب اقول ياكل ايه بالذنبي؟ اقول تاكل ايه زي ما قال بيه؟ واحد فتت كوارع. لا ده واضح ان اكون فهمه على الاكل المصري كله مش سايب حاجه. واحد فتت كوارع هنا دبل. اسمع يا عادل، انا بفكر ابيع كمكالالا ده هنكسب فيه قرشين حلوين قوي. هبيعه لمين يعني؟ النادي الزمالك يلعب سنتر فيرود هناك وهيفرق معاهم قوي في الماتش اللي جاي. انا لا يمكن ارضى واوافق ان ابيعه لنادي الزمالك. لا هيتباع لنادي الزمالك، واذا ما كانش عاجبك سيبه وانا اشتريه وسيب نسبتك فيه. نسبه ايه يا ابو نسبه؟ ده انا دافع فيه 74,550، يعني انت كل نسبتك فيه 450 دولار. ايوه انما ليه فيه، يعني انت ما تقدرش تبيع نسبتك الا بموافقتي. كمكالالا مش هيلعب غير للنادي الاهلي. كمكالالا يلعب للنادي الاهلي على جثتي. ما اقول لك ايه، انت مش عادي دلوقتي ما تنفذنيش. اسمع اسمع اهدى بس كده وفهم. كمكالالا لازم يلعب لنادي الزمالك. انا بصراحه لو نادي الزمالك خسر في المشط ده في بيت هيتخرب. المعلم رضا رمى اليمين مرتين على الولايه، يعني ناقصه مره واحده. وانت فاهم بقى، يعني انا حسين ببيعك كمكالالا لنادي الزمالك خسران فيه، بس بيت ما يتخربش. انا كمان عندي سبب اقوى من اللي عندك بكتير يا نجاتي يخليني اصر اني ابيع كمكالالا للنادي الاهلي علشان يكسب الماتش اللي جاي. لان في قلبين صغيرين عصفورين حنينين بيحبوا بعض وعاوزين يبنوا حياه سعيده مع بعض لما يتجوزوا. حسن وليلى، ابو ليلى اهلاوي متعصب، ولو الاهلي اتغلب مش هيرضى يجوز البنت للولد. يرضيك يا نجاتي ان احنا نحطم قلبين صغيرين؟ لا يا اخ عادل، انت بقيت اهلاوي متعصب. لا يا اخ نجاتي، انت اللي زملكاوي متعصب. يا عادل ما تعصبنيش. بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. واحده 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 واحده، فين فته؟ فين فته؟ بقول لك ايه، احنا نساله كده الراجل الطيب ده، نقول له انت عاوز تلعب في الزمالك ولا الاهلي؟ يا سلام، وليه تقول له الزمالك في الاول وتغمز له بعينك كده كانك بتوحي له بالاجابه؟ لا، انت عاوز تلعب في الاهلي ولا الزمالك؟ نو اهلي نو زمالك. يبقى عاوز يلعب في السكه ده ولا ايه؟ شوف بقى، احنا نستنى لغايه ما ماتش الاهلي والزمالك يخلص ونعمل مؤتمر صحفي ونبيعه. نو صحفي نو بيعه. ايه نو صحفي نو بيعه؟ امال هيلعب فين؟ كل شويه تفهم نفسه هيلعب قدام المطعم. اخبار نجمنا الكبير ايه؟ حلو وبياكل كتير قوي. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الزمالك لازم يكسب المشط اللي جاي، لان في عيله هتتشرد لو الزمالك خسر المشط. يكسب يا سيدي. ازاي؟ الحكم يتروق. جميل، وده ايه يعني مهره كام؟ 5 بواكي. هخلص مع الراجل اللي مستنيني ده تكون حضرت الفلوس. هوا استاذ ممدوح، كويس اول انا لقيتك. خير؟ انا عاوزك في موضوع حياة او موت، لان في قلبين هيتحطموا لو الاهلي مكسبش الماتش اللي جاي. تحب الاهلي يكسب؟ يا ريت. تدفع كام؟ ادفع؟ مش ليا، ده للحكم. 5,000 جنيه، وانا هخلص لك معايا على طول، بس الكلام ده بيني وبينك، ما يطلعش حتى النجاتي. لا نجاتي مين؟ انا هجيب لك الفلوس حالا. براحتك براحتك، انا لسه قاعد شويه. طيب. شوف يا عم بشير، دي خدمه بنعملها لاهل الله، خليك حنين في السعر شويه. عجله هنتبعه ونفرقه، 6,000 جنيه ليه؟ ده طور يا عم الحاج، يعني يرمي له 300 كيلو لحم مستريح. طب والله انا كان ممكن ابيعه 9,000، ده طور، بقول لك طور. انا هدفع 5,000 جنيه. ما ينفعش، عليا النعمة ما ينفع. فكر بس قول كلمة حلوة. لا، فكر انت مع نفسك، انا داخل الحمام. انا هشتري بال6,000. مين حضرتك؟ انا
كابتن والشيف وصاحب المطعم. ايوه بس لسه بتكلم مع ممدوح بيه. سيبك من ممدوح بيه، الفلوس اهي انا جاهز، عد وقفش فيها. بس المهم هو جامد وجديد يعني؟ بقول لك طور، ده عليه ضربة راس، يعني لو دخل براسه في المطعم ده هيجيب عليه وطيه. حلو، هو ده اللي انا عايزه. بس اوعى يكون كبير ومخلص. كبير ايه بيه؟ ده لسه صغير. صغير، هو ده اللي انا عاوزه. بس انت جبته منين؟ من الصومال. الصومال؟ بس في مجاعة هناك في الصومال، اوعى يكون مع خاستك. خاستك ايه بيه؟ ده عليه رجل كده كده اهو، اجيبه لك تشوفه بنفسك وهي فلوسك معاك. لا لا اشوف ايه، لا لا اشوف ايه، ما العينه باينه اهي. بص انت اتكل على الله وسيبك من ممدوح بيه، انا هدفع لك 3 خالصين دلوقتي، الباقي اما تجيبه تيجي. على خيره الليل. يا حتة مارون جلاسيه واسمي شوفي. مالك؟ شكرا، فرحان ليه كده؟ انا خلصت مع واد صومالي، انما ايه؟ طور طور طور؟ وناوي انزل بيه باك ودفعت العربون. انت بتشتغل لوحدك بقى؟ لما مؤاخذة يعني دفعت العربون منين بقى؟ من خزة المطعم. على فكرة ده جا كده لقطة مش على بالي، الراجل اسمه ممدوح ده فظيع، بيشتري اللعيبة بتراب الفلوس ويبيعهم لنا احنا قد كده. تصور مش عاوز يدفع 6000 جنيه في واد لعيب طور زي ده؟ تعال انت بقى اشتريه منه، اطلب منك 100,000 دولار. سبحان الله، كنت عمر ما هقولها لك ولا كنت هفكر اقولها لك، بس مضطر اقولها لك. انت جينيوس يا نجاتي. الله يخليك. شوف الجانياصايه اللي جايه بقى، ده مع كماكالالا يبقى معانا سنتر فيرويد وباك. الله، فين الراجل اللي كان قاعد معايا هنا؟ مشي ازاي؟ ازاي؟ هيتجنن عشان ما لقاش الراجل. انا في البيزنس ما عنديش يما ارحميني. بس اعرف ربنا كويس، ما يرضوش ابدا ان البيت ده يتخرب. اتكل على الله. جماهير غفيرة احتشدت منذ الصباح الباكر استعدادا لمتابعة ومشاهدة هذا اللقاء، النادي الاهلي وسنتر
النادي الأهلي في بدء هذا اللقاء. والكرة إلى النجم محمد أبو تريكة، من محمد أبو تريكة لمحمد شوقي. الجماهير تترقب بشغف النتيجة، ترى ماذا ستكون نتيجة هذا اللقاء، هل ستكون أهلوية ويرفع جماهير النادي الأهلي الرايات الحمراء، أم تكون زملكاوية ويرفع جماهير نادي الزمالك أيضا الأعلام البيضاء. المحاولات أهلوية مع بداية اللقاء، والهجمة للنادي الأهلي والتسديدة محمد أبو تريكة جوه الجون. يا محمد أبو تريكة لعيب زيدان الكرة على مين يحفوك يا معلم؟ احنا لسه قدامنا كتير في الشوط الأولاني، لسه قدامنا كتير، ده غير الوقت بدل الضايع وغير الضايع واللي لسه هيضيع. أرجوك عشان خاطري ما تتطورش. ربنا يخليك ليا يا عم، انا كان في موضوع بسيط يعني عايز افتح حضرتك فيه. انت تؤمر يا ابو علي يا حبيبي يا وش السعد. يعني هو في الحقيقه الموضوع يتلخص دقيقه واحده بس اشوف الكره دي يا ابو علي. لا 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 ايوه حاضر حاسب يا حاضر حاسب يا الدوري المتألق دائماً عصام الحضر. عصام الحضر يا سليم أول هجمة كنت أسأل إيه يا أبو علي؟ حقيقية خطيرة علي النعمة الماتش ده بتباع والحكم ضابط فلوس. لا مش ممكن يا رب. بص ما تشوف بعينك وارحم بقلبك، دي بلانتي ولا مش بلانتي؟ بلانتي دي ولا مش بلانتي؟ وانت وليه؟ تعالى وليه؟ في ايه وليه؟ انت ايه؟ مفيش ماتش تقعدي جنبي فيه غير لما نخسر ونتغلب؟ يا وليه انت في معزمه على الزمالك؟ يا وليه انت تكونيش اهلاويه يا وليه؟ عليا ايه ده يا رب؟ هي ذنبها ايه؟ هي شغاله باك للاهلي؟ بص يا لهوي شوف يلا شوف البيت هيتخرب، راجل مهبل ده هيطور. الهي قالك حمار البيوت قول شوط شوط اقفل شوط. ولكن تعلو عارضة محمد عبد المنصف. الجماهير الأهلوية كما ذكرت وفرحة كبيرة، والألعاب النارية والفرحة طبعا، وكل الحق لجماهير النادي الأهلي للتقدم حتى الآن. أنا يا عم يعني كنت بقول إن أنا أدفع المهر وأنتم تجهزوا على مهلكم، أو لو يعني لو تحبوا. حاسب يا حضري حاسب يا حاسب يا جدع، خلي بالك ولكن اقفل الزاوية اقفل الزاوية. أيوة يا عم أنا عايز أنا يا أخي مدام الاهلي اهو كسبان يعني وجايب جون والحياه حلوه قوي، وحضرتك مش هترفض لاي طلب انا عايزه. لا يا سيدي مش هرفض لك طلب، خلي بالك بس. ارتحت يا قلبي، ربنا يخليك ليا. وش السعد يا ام العيال، وشك حلو عليا عليا النعمه، ما هفرط فيكي لحد ما تموتي. ما روحوا كفايه كويس لحد كده بقى. يا ده انا روحي ردت فيا يا جدعان، والواد اللي جاب الجون ده والله لحليله بقى. وانت يا فوزيه بايه اجازيكي؟ جلالتك عندي بالدنيا يا سيدي. انا مش عاوزك تيأس، هو الاهلي شكله حلو اهو قدامنا، مش معنى يعني انه تعادل الماتش هيخلص على كده، لا الاهلي هيكسب وهيكسب مكسب كبير قوي. شو كرة
شاطر بالكره. يا لهوي الراجل قد ما استحملش من الفرح. التقدم بنتيجه المباراه. يا معلم فوق يا معلم يا معلم اصحى مش كده يا جميله. الزمالك غلب 2-1. شد حيلك كما ذكرنا الكثيره منتظره نتيجه المباراه بشغف ومترددة. أنا الفرحة مش سايعاني، الفرحة مش سايعاني. أنت ليك عليا كل اللي تطلبيه، كل اللي تطلبيه عليا عشانك. بس اوعى ترمي عليها اليمين تاني. لا ارمي عليها اليمين ولا يمين ولا شمال. دي حبيبتي، دي هي دي اللي طلعت بيها من الدنيا. حاسب حاسب يا عم منصف، يا عم منصف حاسب. ليلى جول، الاهلي جاب جول. الواد ابو تريكه لسع الكره ما حصلتش. اهم يلا بيعيدوه. وريني الجول، وريني الجول. ها شفت الجول يا ابو علي؟ شفت الجول يا حبيبي؟ شفت الجول؟ اطلب تجاب يا ابو علي. يبقى نقرا الفتحه. النتيجه 2-2 ومع انتهاء المباراه بكل الحب والاخاء ما بين جماهير الليلة 2 الزمالك 2 الليلة وليلى وحسن. ايه يا حبيبي؟ اي حاج تعال تعال عايزك. اسمح لي يا ابو ليلى اعرفك بالمعلم من اخلص مشجعي نادي الزمالك. عارف يا استاذ عادل، بشوفه دايما في الاستاد. واسمح لي اعرفك يا معلم، عارفه الحاج حسين، على طول بشوفه في الماتشات. طب اسمحوا لي بقى اخد رايكم في موضوع كده. ايه رايكم في راجل يرمي اليمين مرتين على مراته عشان فريقه اتغلب في ماتش كوره؟ بصراحه يبقى راجل اهبل. حد يخرب بيته بايده يا استاذ عادل؟ ولما راجل يا معلم رضا يوقف مصير بنته اللي عايزه تتجوز وجالها العريس ابن الحلال اللي حبها ولقاها، يوقف مصيرها ويوقف حالها وكل شويه يقول له الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي. يعني لما اتنين يتوقف مصيرهم عشان ماتش، الراجل اللي يعمل كده ده يبقى ايه؟ يبقى راجل احمق، راجل تافه. هو فيه اغلى من الضنا؟ ماتشات ايه دي اللي تخلينا نضيع عيالنا ونبوظ مستقبلهم؟ اهو الراجل بقى اللي عاوز يقضي على مستقبل بنته، اهو ابو ليلى الاهلاوي. والراجل اللي عاوز يطلق مراته، اهو المعلم رضا الزملكاوي. بذمتكم مش مكسوفين من نفسكم؟ مبروك يا حسن، مبروك يا ليلى يا بنتي. ابوسك يا عم حسين. ما تاخذنيش يا فوزيه، والله لا اعمل ليله لاهل الله وما عادتش الكلمه دي تطلع من بقي ابدا. ربنا يهديك يا معلم. بالمناسبه السعاده دي، يلا اتفضلوا عشان احنا مش عازمينكم على العشاء، ولو تعشيتوا على حسابكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. ما تنزلش حاجه يا مت. يا اهلا يا اهلا. يا عروس العشاء عندي انا يا استاذ حسين. لا 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 يا معلم رياضة، لا ده ليلة بنت ليلى على حسن. علي علي الحسين. يا حبيبي يا معلم رياضة، عليك عليا، احنا الاثنين واحد. الحمد لله الماتش انتهى على خير يا نجاتي، والناس طالعة متصالحة ومبسوطة 100%. دلوقتي بقى نفكر براحتنا ازاي نبيع كمكالالا ده بأعلى سعر. أنا بقول نبيعه باليورو الياباني. مستر عادل، مستر نجاتي، شفتوا اللي حصل؟ إيه؟ في إيه؟ ده ممدوح السعادة. ابن النصابة، ده بيبيع لعيبة مضروبة. وكمكة كالبكلالة. روح يا إبراهيم، افتح عليه المكتب وهاته من قفاني، شوف إيه حكايته. مش موجود لا هوا ولا شنطة. لا يزوغ ساعة الماتش يا ابن الحرامية. اهو الله 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 الله، ده من امبابة. انا هاخد معاك موقف حاسم. الدولارات اللي انا دفعتها في الواد اللعيب ده هاخدها منك كلها على نار مليون. لا طمن، ما
تقلقش ان شاء الله كل حاجه هيبقى تمام. الراجل المعلم الطيب ده، انا متفائل خير وجايب الواد الباك التور، فاكر؟ الطور اهو يا استاذ نجاتي. هو ده الباك؟ ده باك بتهلو. سلام على ولاد البلد الشقه، برافو عليك. انت كده جبت التور. اللعيب فين بقى؟ مخبيه جوه التور؟ اطلع يا باك يا باك يا استاذ. ما قلتليش هنذبح على انهي عتبه، هنا ولا بره؟ ايه يا استاذ، انت هتذبح الطور بالسطور؟ لا، ما هو السطور ده مش عشان الطور، عشان نجاتي. مظبوط.